السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلاجن ده بيسطب جوه الريفت بحيث ان انت تبقى شايف لما تلبس النظارة الوك ثرو، فأداة جميلة جدا تقدر تجربها مجانا، وساعتها هتحس كأن انت فعلا ماشي جوه المبنى بالشكل دوت. تقدر تلبس النظارة ديت تمشي جوه المكان بكل سهولة، بحيث ان انت تقدر تعمل تبقى شايف المبنى والناس كلها شايفة المبنى. فدي من اسهل الطرق المباشرة اللي بتحول البيم لفي ار. انا ساعات بنستخدم حاجات تانية زي التون موشن زي الانسكيب وهكذا، لكن الاداة دي يعني مباشرة او سهلة. ممكن تيجي هنا وتلاقي ان هو ممكن يعمل لك سكتش اب، يعني نفس الاداة دي تسطبها في الريفت او السكتش اب. السكتش اب برضه نفس الفكرة، هو الموديل مجرد تقول له ابدأ اعمل الرندر بيبدأ يعمل لك، تبقى من جوه المكان تشوف ووك ثرو. طيب الأداة دي بكام عشان نعرف الناس كلها تسأل؟ هي $79 في الشهر، لكن ممكن تجربها مجانا. لو حد جربها يا ريت يقول لنا في الكومنتات. هو مقسمة بقى في حاجات للاركتكتشر وفي حاجات اللي الكونستراكشن. طب بيقول لك ايه المزايا بتاعتها لو انت استخدمتها، بحيث ان انت اثناء التصميم الناس كلها تبدأ تشوف التولز ديت.